الركن الثاني من أركان الإسلام إقامة الصلاة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة ولم يقل الصلاة؟ ركن قلبات وأركان الإسلام ككم إذا وحوي يتير كلبادي صلاة أول توسيو محو النبي قوير الصلاة إقامة الصلاة محو قوير أوسن أرن صلاة هل تكذ لأنه لابد أن نأتي بالصلاة قائمة على الوجه الذي أمر الله بشروطه وأركانه وواجباته ومكملات السنن ونأتي بمبطل مبطلات الصلاة حتى تكون الصلاة قائمة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى لأن وحل لا سداس لو يري قيام إقامة الصلاة معناه ذو حوية صلاة دي إلا لي ماذا أركان تيدي شروط تيدي وحي برنا يلقفق هذا السنن كيدي وصلاة تاغن أي نقطة سأل له استاتيو أي الله الصلاة تنقسم إلى قسمين فريضة ونافلة صلاة الله بيقيم سنتها صلاة واجبة هي صلاة سنة الفريضة الصلوات المفروضة الخمس وصلاة الجمعة صلاة واجب كأي وحوية شنت صلاة هي صلاة الجمعة لابد أن تصلى هذه الصلوات المفروضة الخمس وكذلك الجمعة تصلى في الجماعة من الرجال البالغين صلاة هات شنتة هي صلاة الجمعة وحا لقربا إني رق ووينك وقانقارك إني كنت كذان جماعة مساجد نعم ولا يتخلف عنها إلا منافق ظاهر النفاق نسأل العافية والسلامة والله أعلم جماعة مساجد كان كمهر إلا قف منافق مؤقيه نسأل الله السلامة والله أعلم.